تمام. تعرفون بالفترة الأخيرة دول الجوار وصل لها مرض الكورونا، أوكي؟ بالتالي رأسا أنه إحنا بدينا نخترع هواي علاجات بدينا لهذه نفتي الأمراض. قصدك علاجين مهمات انتشرة من الفترة الأخيرة وبدأت الناس تتداولها بكثرة. العلاج الأول هو الكحول، يعني ناس هواي بدأت تطلع وتقول أن الكحول هي دواء وعلاج لهذا الفيروس. وناس مهمين وموجودين ولهم اسم بالساحه من قام يطلعون فيديوهات على اساس ان الكحول هي ممكن تعالج هذا المرض. الثاني ان الحرمل هم يقي من فيروس كورونا. لا، ما الميكروفون مات. الفكره وين؟ يمكن خلينا نطلع الصوره اذا موجوده شباب، لا زحمه عليكم. الصحه قررت انه تجيب على هذه التساؤلات في وقت سابق، اجابت على قضيه الكحول وانه هو يؤذي اكثر مما هو يفيد الجسم. الان هل يساعد استنشاق دخان الحرمل اوكي للوقايه والعلاج من فيروس كورونا؟ قالوا انه ماكو اي رابط علمي بين الحرمل والوقايه والعلاج من اي فيروس. علميا ممكن ينطي الحرمل شعور بالراحه بسبب احتوائه، يعني طلع به مواد تساعد بافراز الدوبامين من الدماغ، تمام، لكن خطر على الرئه، يسبب الصداع ويسوي هلاوس ويسوي تخيلات بسبب المواد الكيميائيه اللي يحتوي عليها. شلون يعالج هذا؟ شلون يعالج الفيروس فيروس كورونا؟ تمام، هذا الحرمل هيك يسوي، طلع بكل هذه الاشياء واحنا نطقطق من اوكي تشمرون علينا ويخدرك هو طقطق حرمل يخدرك ماكو انت يسنحك. ليش شنو الحرمل قابل هو فيروس كورونا؟ شو اسمه؟ مو يسمونه من الحسد، همين على مود مو بس الحسد. حسد طقطق حرمل وقت الغروب، البعوض همين، البعوض لا جاب ابو حرمل على البعوض على اساس انه الدخان مالته هذا يطرد على هاي الاشياء البقايا تدخ وتوقع.